واليوم عم نتحدث عن شيء جديد موجودة بمستشفى البشير العلاقة بالإسعافات والطوارئ قسم صيانة. تفاصيل كثير ممكن أنه يطلعنا عليها حسن أبو عساف من خلال قافلة يوم جديد، وأيضا ضيفه مدير مستشفى البشير دكتور محمود زريعات. صباح الخير من جديد يا حسن، وصباح الخير أكيد صبح على دكتور محمود. أهلا وسهلا فيكم من جديد. صباح الخير ألكساندرا من جديد. يعني بما أنك تحدثي عن الإنجازات اليوم، الإنجازات من داخل مستشفى البشير، مشاريع وإنجازات مميزة ترتقي إلى المستوى المميز لدى المراجعين لدى مستشفى البشير. اليوم معنا الدكتور محمود زريقات مدير عام مستشفى البشير للحديث أكثر حول هذه الإنجازات. صباح الخير دكتور من خلال برنامج يوم جديد، ويعطيك ألف عافية. يسعد صباحك وصباح مشاهدي برنامجكو الشيق يوم جديد، وبحب أصبح على مجموعة المشاهدين والاستوديو إن شاء الله. حقيقة أنا بتشرف بزيارتكو لمستشفى البشير، ومستشفى البشير منذ إعادة هيكلته يعني مكون من 4 مستشفيات كبرى، أحدهما هذا المستشفى الذي نقف أمامه الآن ونحكي عن إنجازات حديثة وجديدة، هو مستشفى الإسعاف والطوارئ الذي خلفنا. هذا المستشفى مكون زي ما أنتم شايفين من 5 طوابق تقريبا، ويتسع ل 142 سرير، وسوف يحتوي على 6 غرف عمليات وغرف إنعاش ومهبط للطائرة كما تشاهدون. كان من المتوقع أنه هذا المستشفى يتم افتتاحه في آب السنة القادمة، وإن شاء الله سيتم افتتاحه أبكر من موعده ب4 شهور، أي بإبريل نيسان السنة 2020. الحقيقة من هذا المستشفى هو مستشفى حديث ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية، وسيكون الأول من نوعه في على مستوى المملكة كمستشفى متخصص في الإسعاف والطوارئ. طبعا كوادر متخصصة اختصاص الإسعاف والطوارئ، الكل بيعرف أنه أكاديمية الإسعاف والطوارئ هي في مستشفى الإسعاف في مستشفيات البشير، وهذا المستشفى سيحل مشكلة المراجعين اللي بتعرفوا أنتوا. المستشفيات البشير يقع في منطقة مكتظة بالسكان، منطقة فقيرة نسبيا، والمستشفى التحويلي الأول في المملكة، حيث يعتبر مستشفيات البشير هو المستشفى الأكبر على مستوى وزارة الصحة والأكبر على مستوى المملكة في استقطاب واستقبال المرضى، بحيث يعني بصلنا تقريبا كل 23 ثانية بيجينا مريض جديد على هذا المستشفى ما بين عيادات ودخولات والإسعاف والطوارئ. طيب ننتقل دكتور بحديثنا الآن إلى الأقسام داخل مستشفى البشير. هناك أعمال صيانة، هناك أعمال ترميم للبنية التحتية وتوسع لبعض من العيادات داخل هذا المستشفى، نحكي بهذه التفاصيل. نعم، إحنا في استحداث مستمر، في توسعة مستمرة، في صيانة مستمرة لمعظم الأقسام. الآن نحن في صدى، بتعرفوا أنه كان في مستشفى قديم، مستشفى الباطني، تم إعادة هيكلته وصيانته بأمر من معالي وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، لنفتتح هناك قسم للأطفال بسعة 65 سرير، وهناك 65 وحدة غسيل كلى ستكون في هذا المستشفى اللي هو مستشفى الباطني. أما بالنسبة لمستشفى الجراحة القديم، والكل بيعرف أنه مهجور في الوقت الحالي، سيتم إعادة ترميمه واستخدامه كتوسعة لمستشفيات البشير بسعة 130 سرير تقريبا، و6 غرف عمليات، وتقريبا عفوا 10 أسرة إنعاش. والكل بيعرف أنه إحنا بنقصنا في نقص في عدد غرف العمليات، حاليا لدينا 28 غرف عمليات جراحية، ومع التوسعات الجديدة سيرتفع عدد غرف العمليات إلى تقريبا 45 صالة عمليات أو غرفة عمليات بما فيها مستشفى الإسعاف والطوارئ اللي هو يقع خلفنا.
كمان سيتم استحداث وتوسعة للأشعة العلاجية بأجهزة جديدة وحديثة. سيتم كمان، والكل بيعرف أنه الآن طور الترميم قسم علاج مرضى السرطان وأمراض الدم، وسيتم الانتهاء منه تقريبا الشهر الجاي، وهو ممول من جمعية همتنا اللي معروفة، التي تعهدت على أن تسلمنا هذا القسم بمواصفات يعني تساوي نفس المواصفات اللي بمركز مستشفى الحسين للسرطان. كمان عندنا استحداثات أخرى في الأقسام، طبعا بتعرف أنه الباطنة في توسعة، الجراحة في توسعة، غرف العمليات في توسعة جديدة وحديثة، صيانة مستمرة للمستشفيات إن شاء الله. دكتور، يعني في موضوع جدا مهم بما يتعلق في المواعيد، يعني هذا موضوع بيحتاج إلى تنظيم أكثر، بيحتاج إلى خطة لتنظيم موضوع المواعيد على العيادات أو على العمليات. شو يعني نحكي عن خطتكم المستقبلية لهذا الموضوع بخصوص المواعيد؟ نعم، أقر وأعترف أنه لغاية يعني من قريب كانت هناك مشكلة في المواعيد. قمنا بوضع برنامج للعيادات المسائية، بس للأسف الشديد المواطنين مش ملتزمين في العيادات المسائية، بفضل دائما، واللي بكل بيعرف أنه بيجي الصبح على الساعة 8 وما بيستنى المواعيد اللي بتكون بعد الظهر، ولكن كخدمة سريعة هي العيادات المسائية. آمل من الإخوة المواطنين والإخوة المرضى أنه يلتزموا بالمواعيد ويطلبوا المواعيد اللي بتكون بالعيادات المسائية تجنبا للمواعيد طويلة الأمد. بالنسبة للعمليات الجراحية، العمليات الجراحية عندنا المستعجلة تجرى في موعدها، العمليات الأخرى يتم التعامل معها كأي عمليات، وبتصل لأنه العدد هائل 28500 عملية جراحية أجريت في مستشفيات البشير في عام 2018. شكرا لك دكتور محمود زرقات، مدير عام مستشفى البشير، كل احترام والتقدير لك. مشاهدينا الكرام، رح ننتقل معكم بعد قليل من خلال فقرة القافلة لنتعرف على بعض من الأقسام المتواجدة داخل مستشفى البشير وتم ترميمها وصيانة الأجهزة فيها. ابقوا معنا من خلال برنامج يوم جديد، وصباح الخير.